حلقة جديدة من البرنامج الطبي دوز ابتدت. من المعروف أن هناك نسبة كبيرة من حالات الاكتئاب لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، ولكن باحثين من الدنمارك وجدوا مؤخرا أن هذه النسبة تزداد أيضا لدى أزواج النساء المصابات بسرطان. الاكتئاب بيساهم بتشكل خلايا سرطانية ولا ما له علاقة؟ أكيد الاكتئاب مش بس بيساهم بتشكل خلايا سرطانية، الاكتئاب بيأثر على المناعة بشكل عام. الاكتئاب بيساوي شغلات كتير كتير كتير، بس بدي يكون الواحد عنده قوة إرادة. بس الواحد كان زعلان فأجباري بتحسي نفسيته جسمه كله هيك انهد. أنا هيك برأيي السبب بده يعطي نتيجة وبده يسبب الأكيد المرض. معلومات المتواضعة أنه الأمور النفسية لها علاقة بهيك شيء، فلذلك هو من الضروري كشيء من الحضارة من شان الاطمئنان النفسي لدى المرأة أنه تقوم بهي الفحوصات، وخاصة أنه دولة مأمنة كل شيء بشكل مجاني وبشكل متاح للجميع. مساء الخير، نحن بحلقتنا بمجموعة من الدراسات الطبية، والبداية حتكون عن دراسة بيتوقع ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 55% بحلول عام 2040 بحال ما تم بذل الجهود الكافية للوقاية من هالمرض. وكمان فتحت دراسة فرنسية الطريق أمام بروتوكول بيخلي العلاج الكيماوي لمرضى السرطان أكثر بساطة باعتماد الحقن تحت الجلد بدلا من الحقن الوريدي المتبع حاليا. علاج السرطان بيقوم على إعطاء العلاج الكيماوي عن طريق الوريد، وهالشي بيولد الكثير من التبعات الصحية للأسف. وقالت الدراسة الأمريكية خطورة المشروبات الغازية والسكرية تتخطى حدود السمنة أو مرض السكري، فالمشروبات بتسبب سرطانات متعددة كسرطان الكلى والكولون بحال الإفراط في استهلاكها بشكل يومي. كمان في دراسة عالمية موسعة استنتجت أنه زيادة النشاط البدني وتقليل وقت الجلوس عاملان بيقللوا من خطر الإصابة بسرطان الثدي. وكونه شهر أكتوبر تشرين الأول هو شهر التوعية بسرطان الثدي، رح تكون حلقتنا غنية بمجموعة من المعلومات والدراسات الطبية يلي بتخص الموضوع، بالإضافة لتطرقنا من خلال تقاريرنا لمواضيع طبية متنوعة بتهم كل أفراد الأسرة السورية. بس كل هالتفاصيل بعد الفاصل الصغير. أولى فقراتنا خلال هالحلقة حتكون مع الدكتور إيهاب النقري، اختصاصي بجراحة الأورام والمدير العام لمشفى البيروني، يلي حيكون معنا عبر الهاتف ليوضح لنا أكثر بعض التفاصيل المتعلقة بالسرطان بشكل عام وخدمات مشفى البيروني لمعالجة الأورام. مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. مساء النور إليك للإخوة المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. دكتور، زادت أم قلت نسبة الإصابة بسوريا بآخر سنتين؟ الحقيقة يعني لا زادت ولا نقصت، هي النسبة اللي عم تجينا بمشفى البيروني. نحن عم نحكي كمشفى بيروني الجامعي، فب 2021 اجتنا 10,000 حالة جديدة بالعام 2021، حاليا لتاريخ الشهر التاسع جانا حوالي 8,000 حالة جديدة، فعمليا يعني ما في ازدياد على الاطلاق، بس صار في ازدياد بالوعي والحملات اللي عم تصير بالكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم اللي عم تنعمل بحما، وكذلك كشف المبكر عن سرطان البروستات. فهي الحملات هي اللي عملت شوية وعي، وعم يزداد الوعي عند الناس. والحقيقة كتير صار في مراجعين عم يجوا على المشفى لا يكون مثلا حتى ما يكون عندهم أي حالة سرطان أو كذا، ممكن نحن عنا بالوسائل التشخيصية سواء إذا كانوا عالي الإصابة، مثلا إذا كان حدا من عيلته عالي يعني عنده مشكلة سرطانية أو ما شابه، أو خاصة بسرطان الثدي ممكن يعمل عنا تحاليل مثل صورة ماموغرام أو صورة طبقي محوري، أو حتى البي اس اي اللي عنا يا كمان لتحليل سرطان البروستات بمشفى البيروني الجامعي. كتير حلو هالشي دكتور. طيب شو هي الخدمات اللي هلأ عم يقدمها مشفى البيروني، وكيف عم يتم التنسيق مع مشفى المواساة بنفس الوقت؟ هلا مثل ما بنعرف نحن خدماتنا علاجية وتشخيصية، بالإضافة للشق التعليمي اللي في مشفى البيروني الجامعي.
الحقيقه نحن بيتم سواء كان التشخيص ضمن المشفى او خارج المشفى، بيجي المريض حسب حالته سواء كان بده جراحه او بده علاج شعاعي او حتى العلاج الكيماوي فهو متوفر. حاليا في عندنا قسم صغير بمشفى البيروني الجامعي بقسم المزه هو للعلاج الشعاعي، في عندنا اربعة كوبالت ومسرع خطي، حاليا عم يتم كمان تجديدهم بمسرعات خطيه جديده ان شاء الله. وفي عندنا هلا كمان رح نخلص من التوسع اللي ضمن مشفى البيروني الجامعي بحرستا، ان شاء الله بصير كل العلاج الشعاعي ضمن هذا المشفى، ما يحتاج تكون خدمته ضمن مشفى البيروني بحرستا سواء كان علاج كيماوي او شعاعي او حتى جراحي، بالاضافه للوسائل التشخيصيه اللي حكينا عنها مثل الطبق المحوري، الماموغرام، الرنين المغناطيسي، الجما كاميرا، ومضان عظام، كله موجود صار ضمن المشفى بقسمه بالبيروني بحرستا. ان شاء الله يا رب. تمام ان شاء الله يا رب. دكتور، في حال اجى مريض او مريضه على المشفى، شو هي آلية يكون لهم استماره لتبدا رحله العلاج؟ تماما، هلا بيجي المريض، في عندنا شيء اسمه العياده المشتركه، بيشترك فيها الطبيب الجراح والمعالج الشعاعي والكيميائي حسب كل مرحله بفوت فيها المريض، سواء كان عنده سرطان متقدم او عنده سرطان باكر، فأثناء بيتم العلاج سواء كان بالجراحه او بالعلاج الكيماوي او الشعاعي، بتنحط له الخطه من اول ما يجي المريض باليوم اللي بيجي فيه، بتنحط الخطه سواء كان جراحيه او كيميائيه او شعاعيه. تمام. طيب دكتور، رحلة العلاج اللي عم نشوفها نحن عند الأشخاص هي بتختلف من سيدة لسيدة ومن نوع سرطاني لنوع سرطاني آخر؟ أكيد 100%. هلا مثل ما حكينا حسب المرحلة، هلا مثل السرطان المبكر عند الثدي عند السيدات فعلاجه مختلف، ممكن ما تحتاج لاستئصال كامل للثدي، ممكن تاخذ علاج كيماوي وبعدين نعمل علاج جراحي بنسميه نحن استئصال جزئي للثدي. فكل سيده اكيد بتختلف من ورم لورم بيختلف، فهذا اللي عم نحكيه بالكشف المبكر عن اي سرطان، حتى الكلفه الماديه بتختلف من مريض لمريض اذا كان كشف المبكر كان موجود عند المريض، حتى بتختلف الكلفه العلاجيه والريسك النفسي عند المريض. والحمد لله برجع بقول لك زاد الوعي بالفترات الاخيره بسبب الحملات اللي عم يعملها الاعلام والتلفزيون السوري، ويعطيكم الف عافيه. نتمنى دائما الشفاء للجميع وزياده الوعي لكل العالم، لانه مثل ما قلت حضرتك هذا الشيء اللي هو عم بيخلي تقل نسبه حدوث او انتشار السرطانات عندنا. دكتور ايهاب، شكرا كثير على وجودك معنا. يعطيكم العافيه وشكرا كثير لكم. عم يقدم مجمع الهلال الاحمر فرع المزه العديد من الخدمات الطبيه ضمن فريق طبي متخصص بكافه المجالات، يعني فينا نقول عنه انه بمثابه مشفى صغيره. بخلال الشهر الوردي عم يتم اجراء الفحوصات الخاصه بسرطان الثدي لكل سيده عم تطرق باب المركز، طبعا ما عم يكون هذا الشيء مقتصر فقط على هذا الشهر، كمان عم تكون خدمات المركز للكشف المبكر عن سرطان الثدي على مدار السنه وبشكل مجاني. لتفاصيل اكثر خلونا نتابع سوا هالفقره. نحن هلا بشهر اكتوبر، شهر اكتوبر هو شهر الشهر الوردي. يعني شو الشهر الوردي؟ الشهر الوردي هو الشهر اللي نحن بنهتم بقصة سرطان الثدي. شو بنهتم بسرطان الثدي؟ عادة بنساوي بهالشهر توعية لكل السيدات عن مخاطر سرطان الثدي والوقاية من سرطان الثدي. هالشيء اللي عم بيصير نحن بنمشي فيه باتجاهين، الاتجاه الأول أنه نحكي بسرطان الثدي للسيدات وبشكل لطيف وعلمي، بحيث أنه بنعطيهم فكرة عن سرطان الثدي وإيمت بنساوي اكتشاف مبكر أو فحص ذاتي مشان أنه نلقط سرطان بشكل بأوله، لأنه إذا أخذنا السرطان بأوله ممكن يكون بالكشف المبكر ممكن يكون نسبة الشفاء تصل ل 95%. بمجمع الهلال الأحمر ساوينا أنه عوض ما نساوي فقط الشهر الوردي ساوينا السنة الوردية كلها، أنه بنقدر على طول السنة كل الأيام ممكن نساوي كشف مبكر عن سرطان الثدي مجاني لكل العالم، وحتى بدون لا ورقة طبيب ولا عنا. هون بنساوي لها فحص سريري، بعد الفحص السريري بنساوي لها ماموغرافي ومن ناخذ النتيجه، فاذا كانت
سليمة نرجعي بعد سنة أو سنتين، إذا كان في أي اشتباه بنساوي لها إيكوغرافي، وفي بعض الأوقات بنساوي لها الخزعة الموجهة. هالشي عمال يصير بهال المجمع على طول ولكل العالم، وحتى عنا إمكانية إن شاء الله بعد شي شهر أو شهرين نساوي فحصين مع بعضهم للسيدة، اللي هي فحص الماموغرافي المجاني وفحص اللطاخة تبع عنق الرحم كمان مجاني. من الناحية المجتمعية انه حبينا انه نوصل كلامنا لكل السيدات، اول كل عن طريقكم بهالحلقات اللي عم نسويها عم نوصل لكل السيدات عشان نقول لهم ونعطيهم معلومة. هلأ بدنا نساوي كمان، ساوينا مبارح، ساوينا بكنيسة اللاتين، ساوينا مثل يعني نحن رحنا لعند السيدات وحكينا لهم، وكان تتضمن طبيب يحكي لهم بسبل الفحص المبكر اللي هو ماموغرافي والفحص الذاتي وفحص عند الطبيب، وبنفس الوقت جبنا ناخذ تجربة احدى السيدات الشافيات. فكانت مبارح هذه شافية من اكثر من 25 سنة، وهي شفيت بشكل كامل، يعني كان حتى عندها كتلة اكثر من 3 سنتيمتر، وساوت كل الفحوص وبعدها كل الوسائل العلاجية. بمناسبة حلول الشهر الوردي، شهر أكتوبر هو شهر التوعية لأمراض الثدي وضرورة الكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي والفحص الدوري. لهيك اليوم حابين نعطي شوية نصائح عن علاقة الغذاء بزيادة احتمالية الإصابة بسرطان الثدي وتخفيض احتمالية الإصابة بسرطان الثدي. لهيك بتوصي الجمعية الأمريكية للسرطان بالإكثار من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والقمح الكامل، والحد من تناول اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء والسكريات المصنعة والدهون المشبعة. وكتير ضروري نحن أنه نركز أنه دائما نحافظ عن الوزن المثالي، لأنه كتير في دراسات وجدت أنه البدانة هي بترفع نسبة إصابة سرطان الثدي وجميع أنواع السرطان. رح نعرض قائمة من الأغذية يلي هي بتحارب نشاط الخلايا السرطانية، وكمان بفترة العلاج كتير ضروري أنه نركز على مضادات الأكسدة اللي هي كتير موجودة بالخضار والفواكه، وبالأخص ذات اللون الداكن مثل التوت، السبانخ، العنب الأحمر، كمان في عنا قائمة تانية من الخضروات والفواكه كمان تحتوي على مضادات أكسدة بنسبة عالية. بنركز أكثر شيء على مصادر فيتامين سي مثل البرتقال، الليمون، الجريب فروت. كمان بنركز على مصادر فيتامين إي مثل الجزر والبطاطا، البطاطا الحلوة والجزر والسبانخ. كمان كتير كمان في عنا قائمة كتير مهمة من الأعشاب مثل إكليل الجبل، الشاي الأخضر، زنجبيل، وكمان فينا نضيف الكركم دائما بنمط حياتنا بالطبخ. فينا أحيانا كمان بحالات كتير شديدة فينا نستعمله كعلاج، إنه هو يحد من تكاثر الخلايا السرطانية بمنطقة الثدي. لما بيحد من تكاثره فهو هيك نحن بنقدر نخفف من الانتشار إلى باقي أعضاء الجسم، وكمان هو بيعمل كعامل شفائي. وفي دراسات اكتشفت انه في عشبة اسمها السلمارين كمان هي كمضاد اكسدي عالي وبتحارب نشاط الخلايا السرطانية. ولازم نركز بغذائنا على تناول الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور مثل بزر الكتان، وقد ما فينا نخفف من الدهون المشبعة مثل السمن النباتي والزيوت المهدرجة يلي هي اكتر شيء موجودة بالبسكويت والدونات والحلويات بكل اشكالها. ولما بدنا ناخد سكر نركز انه نحن ناخذ السكر من المصادر الطبيعيه مثل مثلا السكر الفواكه، التمر، الزبيب، التين، كمان هو بيعطيني حاجتي من السكر بنفس الوقت ما بيضرني. لهيك بتمنى السلامه لجميع النساء يلي هن بيعانوا من سرطان الثدي، وبتمنى لهم انه هن ينشفوا ويركزوا انه يتبعوا نمط حياه صحي حتى بحاله المرض وما بعد الشفاء. مساء الخير عن جديد. اللجوء للطبيب المختص بحال ظهور أي عرض صحي أمر ضروري للوقاية من مضاعفات المرض،
والكشف المبكر عن الأمراض الخبيثة أمر بغاية الأهمية، وخاصة إذا كان في عامل وراثي، ومثل ما بنعرف سرطان الثدي للأسف هو وراثي بنسبة كبيرة. لنعرف الجديد بعلم الوراثة والجينات وشو دوره. صار معنا عبر السكايب الدكتور عزيز خضور، اختصاصي بالتشخيص المخبري، ودكتوراه بالعلوم البيولوجية باختصاص الجينات البشري عبر السكايب من روسيا. أهلا وسهلا دكتور. أهلا فيك دكتور. دكتور خلينا نحكي بداية عن دور الوراثة بظهور سرطان الثدي. يعني نحن مثل ما بنعرف أنه سرطان الثدي تحديدا هو وراثي. هلا بشكل عام مثل ما حكيت بالحلقات السابقة اللي كانت هي عبارة عن سلسلة مرتبطة بمواضيع خاصة في الجينات، بشكل عام أغلب الأمراض تنطلق من مبدأ جيني. أوكي في خلل جيني بيترجم فيما بعد هذا الخلل بشكل مرض بيتظاهر، بشكل مرض سريري بيتظاهر. هلا حقيقة الأمر قسم من هاي الأمراض ممكن تورث وقسم لا يورث. هلا بالنسبة لسرطان الثدي أو بالنسبة للسرطانات بشكل عام، هو هروب، هو الخلايا بالحالة الطبيعية بتتكاثر، هاي الخلايا بالحالة الطبيعية وبتتكاثر عدة مرات وبالنهاية بتموت بشكل تلقائي. بالحالة السرطان هاي الخلايا بتهرب من هذا الموت أو ما يسمى الموت الكلوي المبرمج، بتهرب بسبب وجود مجموعة من الطفرات. أوكي هاي المجموعة من الطفرات بتحول الخلايا الطبيعية اللي عم تنقسم بشكل طبيعي وعم تكبر وعم تتحول لخلايا هرمة وبتموت، بتحولها لخلايا مستدامة بشكل استدامي وما بتموت، بتحول لخلايا سرطان. تمام. أوكي. هلا هاي بشكل عام للسرطانات بأكملها. هلا الاضطراب أو الطفرات الحاصلة بمجموعة من الجينات اللي هي بتراقب، هي عملها مثل شرط المرور داخل الخلية، بتراقب عملية تكاثر هالخلايا هاي. هالاضطراب بوحدة من هالجينات أو مجموعة من الجينات بيؤدي إلى الخلل وبيخلي الخلية تهرب من الموت الخلوي المبرمج وبيتظاهر هذا بشكل سرطان. بالنسبة لسرطان الثدي، أوكي أشيع الاضطرابات أو أشيع الطفرات الجينية هي الطفرة بالـ PRCA1 والـ PRCA2 أو الـ PRCA1 والـ PRCA2. هذول أشيع الطفرات أو الأشهر الطفرات الحاصلة بسرطان الثدي، واللي نحن غالبا واللي نحن نتعمد الاستقصاء عليهم اثناء البرسبكتيف، اثناء البرسبكتيف. هلا بشكل عام فينا نحكي 5-7% من سرطان الثدي يورث. 5-7% يعني هاي الطفرة 5-7% فقط تورث. أما باقي الحالات هي طفرات حاصلة ولكن لا تورث. لذلك نحن أمام مفهومين أنا ركزت عليهم باللقاءات السابقة، أن هناك طفرات بتحصل بتؤدي إلى أمراض سريرية بس بشر تورث. أوكي وهناك طفرات بتحصل وتورث للأجيال المستقبلية أو القادمة. تمام. طيب أوكي. تمام. هو السؤال الثاني اللي بحب أسألك إياه، إنه شو هي العوامل اللي ممكن تزيد هالطفرات أو التأهب لحدوث الخلايا السرطانية غير الوراثية؟ هلأ العوامل المجمل المفيد أو في تأهب لحدوث السرطان الثدي، إحنا عنا مجموعة عوامل. منا تعرض للأشعة، أوكي، منا وجود قصة عائلية، قصة عائلية وراثية سابقة. أوكي يعني بشكل عام بالعائلة نفسها قرابة وخاصة قرابة الدرجة الأولى من الأب أو الأم أو الأخ. طبعا حتى الأب لك. أوكي فوجود القرابة هاي مو بس يكون في سرطان ثدي وإنما سرطان مبيض ممكن، أوكي، بالنسبة للأم أو إلى آخره، بزيد هذا من 7-10 مرات الإصابة بسرطان الثدي. عرفتي كيف؟ تمام. بالإضافة لذلك وجود بعض الأمراض الحميدة بالثدي
اوكي بأهم لحدوث الاصابه بسرطان الثدي مثل التليف والخرازات البسيطه النخر هالامور هاي. كمان اذا بدنا نروح عن ناحيه جيني كمان وجود اعراض محدده اوكي في بعض العرقيات هم اكثر اصابه بسرطان الثدي من غيره. تمام. طيب دكتور استنادا لهذا الحديث اللي تفضلت فيه، امتى السيده لازم تبلش تعمل فحوصات؟ يعني باي سن في حال كان في عنا نحن عامل وراثي؟ هلا تمام الحكي هذا، في حال كان في عامل وراثي مؤهل لهذا الموضوع لازم تبلش من 30 وقبل. فاذا في حال في وجود عامل وراثي ويوصى في حال وجود عوامل وراثيه انه يتم كل سنه فحص الماموغرام اوكي مع فحص احيانا كمان يطلب فحص الرنين او المغناطيسي بالاضافه لمجموعه من الاختبارات الاخرى. تمام. طيب دكتور اخر الدراسات الطبيه بعلم الجينات والوراثه لوين توصل العلم بما يتعلق بسرطان الثدي؟ هلا نحن بشكل عام صار حاليا الدراسات الاخيره بتركز على العلاجات. تمام اوكي بتركز على العلاجات الدينية الدراسات الاخيره. تمام كونك بتركز على العلاجات على العلاجات الدينية. اما من ناحيه التشخيص اوكي بحدود العشر سنوات او الخمستاشر سنه السابقه نحن صرنا امام ما يسمى التشخيص او التشخيص التوقعي. يعني نحن الانثى بتكون مثلا عندها مجموعه من العوامل الوراثيه مثل ما حكينا هاي قصه عائليه سابقه او الى اخره او وجود امراض حميده بالثدي بتعمل فحص جيني فحص توقعي بالطفرات لاكتشاف الطفره لاكتشاف طفرات بال PRCA1 او ال PRCA2 اوكي. هلا هاي صارت رائجه وبشده واحيانا عم يصير فحص منزلي ولكن بحاجه لاستشاره من اخصائي الوراثه. حاليا القدره الجديده طبعا مجموعه من الادويه اللي ما دخلت للاسواق ولكن عم تجرى عليها مجموعه من التجارب هي الادويه الجينيه اوكي منها الادويه اللي بتهدف تصحيح العصب بالبي ار سي اي 1 والبي ار سي اي 2 نحن من خلال تقنيه الكريسبر عندنا كمان من خلال مجموعة من اللقاحات أيضا من خلال مجموعة من أيضا حاليا كمان في مجموعة من اللقاحات اللي هي ليست فقط لسرطان الثدي لأنما لمجموعة من السرطانات الأخرى أيضا. كمان نحن حاليا في عندنا مجموعة من الأدوية تكون محملة في شي مرحلة ندخل بالتخصص بالمايكرو آر إن إيه اللي بتروح تهدف الخلايا السرطانية وبتمنع التعبير عن البروتينات الشاذة. تمام. دكتور عزيز شكرا كثير لوجودك معنا لليوم. ميت أهلا وسهلا شكرا كثير لكم. حديثنا عن سرطان الثدي مكفي، ضلوا معنا. مساء الخير عن جديد. كتير أوقات منقوم بممارسات يومية ممكن تكون كتير خطيرة وتسبب حدوث أمراض ومنها تشكل الخلايا السرطانية بالثدي. يا ترى بتعرفوا أنتوا شي عن هالممارسات؟ خلونا نتابع سوا وبعد نصحح بعض الأخطاء الشائعة مع الطبيب المختص. تعرف أنه الرجال ممكن ينصابوا بسرطان الثدي ولا ما عندك هيك معلومات؟ لا ما عندي معلومات. ما عندك؟ طيب سرطان بيصيب الرجال كمان. طيب السؤال الثاني، بتعرف مثلا مثل الميكروويف الديديوران الرضاعة الطبيعية وإلى آخره بتحمي ولا بتساعد ولا شو تفاصيل السمنة غير السمنة؟ في شغلات ما أنا حقيقية مثل الميكروويف هو كتير آمن بس نفس الوقت السمنة كتير بتساهم. اللايف ستايل ما في رياضة ما في ودايما نحن طبيعة أكلنا يعني دسم وهيك فهي كتير بتأثر. لازم نعوض برياضة، لازم ننتبه لأكلنا وطبعا الفحص الدوري كتير مهم كتير ضروري لكل سيدة خاصة بعد عمر معين. ديودران أو ستيك أو كذا يعني تسكر الخلايا يعني يسبب هذا أمراض السرطان. هلا ديودران بيقولوا إنه يعني ممكن يساهم
قريت انه ايه وقريت انه لا، فللاسف ما عندي يقين بهذا الموضوع يعني، وطبعا ما فينا بلدي ودوران يعني. فاهم شيء انه الواحد يضل المراقبه دائمه والهيلثي لايف ستايل، هذا اهم شيء. الرضاعه كويسه كثير لحمايه من سرطان الثدي، هذا الشيء بعرفه انا. ممكن عمليات تجميل الثدي بتساهم بتشكل خلايا سرطانيه ولا لا؟ والله ما بعرف حبيبتي، ما جربت. الادويه الهرمونيه برايك شو؟ كمان ما كثير يعني، ما افضلها، لا ما افضلها ابدا. ممكن الادويه الهرمونيه بشكل مستمر، ممكن ديدوران كمان مثل ما قلتي. مساء الخير، ضمن هالفقرة رح نصحح ونجاوب عن بعض من الأسئلة الشائعة عن سرطان الثدي. تفاصيل كثيرة رح نعرفها مع الدكتورة منال قهوجي، اختصاصية بمعالجة الأورام. أول شيء أهلا وسهلا فيك دكتورة. مساء الخيرات، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتورة. هلا دكتورة، بداية خلي السؤال يكون من عندي، يا ترى دائما نحن بنسمع إنه الأم المرضعة ما بصير معها سرطان أو كانسر، هل هالشيء صح؟ هلا نحن ما رح نعمم ونقول ما بيصير معها، رح نقول انه الرضاعه هي من احد اهم الاسباب اللي بتوقي من سرطان الثدي. شو الاليه يلي بتوقي فيها الرضاعه؟ هي عباره عن، تعرفي وقت اللي بتصير الانثى مرضع ففي الدوره الشهريه بتنقطع عنها، فتقريبا ما بصير في عندها التغير بالهرمونات. هي الدوره الشهريه عباره عن ارتفاع هرمونات، بتنزل مستواها، بصير في دم الطمث، بترجع بتعلى مستوياتها، بصير في الاباضه، بترجع بتنزل مستوياتها. فبالارضع هذا التغيرات هي كلها ما بتصير، فبتكون تقريبا تحت تاثير ثابت من الهرمونات. فهذا الشيء بيساعدنا على انه نحمي من سرطان الثدي. ليش؟ لانه احد مسببات سرطان الثدي هي الهرمونات بكميات كثير عاليه، فنحن عم نحمي الثدي فتره لا باس بها من تاثير هي الهرمونات بالرضاعه. طب هلا دكتوره، السؤال الشائع يعني مني وجرب نساله، الديودوران عن جد بيؤدي لارتفاع نسبه الاصابه بسرطان الثدي؟ لا ابدا، لا ابدا، هذا صار حرام. الديودوران المايكرويف قد ايه ضلوا يقولوا انه تماما لا، هو حقيقه بريء. شو السبب؟ السبب انه نحن وقت بنحكي عن عقد قبطيه مصابه، نحن عم نحكي عن ورم كان موجود بالثدي اساسا وانتقل للعقد الليمفاوي بطريق اللمف، اما ما نشا بالعقد القبطي هي حرام، هي ظلمناهم. تمام، لابد لا غنى عن الديودوران. اكيد حتى لو بدها تعمل، معلش هلا جاي الشتويه ما انا مشكله. هلا دكتوره، اكيد نحن ميالين للتجميل كنساء وفي كثير مشاكل بالنسبه لقصه التجميل. سؤالي المحدد هو، يا ترى هل عن جد البروتيز او عمليه تجميل الصدر تعمل كانسر؟ لا. تمام الحمد لله، يلا انبسطوا يا صبايا. انا بتعرفي دكتوره، من كم يوم كنت عم بقرا دراسه جديده انه لقوا بين 20 حاله تقريبا حوالين العالم ارتبط نوع البروتيزات المحززه بس حصرا مع الليمفوما انها بلشت. صح، هذا الحكي صح، كنت رح اقول لك يا اما انه نحكي عن سرطان ثدي بسبب وجود تجميل للثدي بالبروتيز او بغيره، لحد الان ما شفنا هيك شيء. بس الليمفوما صحيح بسبب هذا. نعم، كلام صحيح. نعم، ما نسبه عاليه 20-30 شخص حول العالم. طبعا طبعا، يعني بدك تجيبي عدد كثير كبير بالله حتى يطلع لك اصابه واحده، ولكن هي سجلت طبعا. بس ما بعتقد هي النسبه العاليه اللي تخلينا نتجنب هي العمليات اذا نحن بحاجتها. تماما. طب دكتور، نرجع للعلاج الهرموني، حقيقة بيرفع نسب الإصابة بسرطان الثدي؟ هلا حكينا إنه التعرض الزائد للهرمونات الأنثوية الاستراديول والأستروجين بيؤدي لها، بيزيد خطر، ما رح نقول بيؤدي، رح نقول بيزيد خطر الإصابة بأورام الثدي، هذا شيء أكيد. وبالتالي مانعات الحمل الهرمونية هي عبارة كلها عن هرمونات. معناها هدول الديان والياسمين. تماما تعرضهم لفترة طويلة. حتى دكتور ممكن بيعملوا طفل أنبوب، وحتى الرياضيين اللي بياخذوا هرمونات ممكن يصير هذا الشيء عليهم. تماما، لك ما رح يعجبهم كميات عالية من هاي الهرمونات، لأنه ولو بفترات طويلة خصوصي اللي بيحاولوا الإنجاب مثل ما تفضلتي. فهدول لازم يكونوا حذرين بهذا الموضوع، لازم يكون في وقاية ومراقبة. تماما 100%. تمام. طيب دكتورة، هلأ أنا سؤالي رح يكون، يا ترى هل كل ورم هو عبارة عن سرطان ثدي إذا صار بالثدي؟ لا. تمام، شلون الجواب؟ خلصنا هيك. أبيض أبيض، ما في داعي بقى أبدا يفكروا شيء تاني. أورام الثدي طبعا في شيء عندنا اسمه أورام سليمة وفي عندنا أورام خبيثة. أورام الثدي السليمة أكيد هي لها صفات وهي لها صفات، لما منضيع نلجأ للخزعة، ولكن في شيء اسمه أورام ثدي سليمة. عندي الأورام الغدية اللي فيه، عندي الأورام الكيسية اللي فيه، هي عبارة يعني للأورام الغدية اللي فيه بتكون كتلة صغيرة متحركة بالثدي، ما بتخوف، غير مؤلمة، ما بتخوفني إلا إذا كبرت أو عملت لي مشاكل تانية.
اللي في الكيسية ممكن تكون مؤلمة، ممكن قبل الطمس بشوي تصير مؤلمة أكثر، ممكن تكبر شوي، يعني كل واحدة لها صفاتها، ولكن بالنهاية صفات السلامة بتبين. إذا أنا شكيت بعمل إيكو، في صفات معينة لازم لاقيها لما بشك الخزعة هي الفصل. تمام. طب دكتورة كونو جينا على ذكر الإيلام يعني للثدي، في مقولة كتير شائعة نحن حتى أخدينا عن ستاتنا وأمهاتنا، إنه الشيء اللي بيوجع يعني في حال كان في عنا كتلة بالثدي وكانت بتوجع فهي ما أنا سرطان، أو الغالبية إنه ما أنا سرطان، في حال ما كانت غير مؤلمة فهي ممكن تكون خبيثة. هلا ما رح نقول نحن 100% 100% إنه الكتلة اللي ما بتألم هي ما أنا ورم، والكتلة اللي بتألم هذا حكي رح نقول غالبا مظبوط، ولكن في له في لكل قاعدة إلى شواذ. أنا لازم أكون حذرة حتى لو كانت الكتلة مؤلمة، لازم طبعا. لازم اتقصها واتحرى عنها، ولكن فعلا بأغلب الحالات بتجينا كتلة قاسية صلبة مثبتة على الجلد، مثبتة على العمق، غير مؤلمة، عم تكبر، يعني إلها صفات ما بتضل ما بتخبي حالها. تماما. لا دائما بنسمع كمان دكتورة، ما بعرف إذا حتصححي لي المعلومة، إنه والله صابت فلانة بسرطان الثدي بين هذا الجنب، وفجأة ملاقي إنه ممكن انتشر بالجنب الثاني الثدي الثاني، هل هالشيء صحيح؟ صحيح. صحيح. أما ممكن تكون إصابة الثدي الثاني، إما قد تكون نقيلة من الثدي الأول، تمام، وإما قد تكون إصابة بدئية بالثدي الثاني، مثل ما كان عندها استعداد تعملي ورم بالثدي الأيمن فرضا، ممكن عندها نفس الاستعداد لتعملي ورم بالثدي الأيسر، بنشوفهم كتير هدول، أو بتكون انتقالية، طبعا هذا الشيء صعب يتفرق سواء انتقالي أو بدئي، بس وجود عوامل مؤهبة للإصابة بالورم رح يأهل سواء بالأول أو مناطق أخرى ممكن تنتشر. أكيد طبعا، أكيد انتقالية. طبعا أنا عندي أصلا أول شيء من ميزات الخباثة هي الانتقال. هلا مثل ما بنشوف شفنا وقت أنجلينا جولي كانت صابت بالثدي، قام شالت الثاني قالت لانه هي ما صابت، هي بعتقد قامتهم وقائي صح، هي ايه كان عندها شوري، كان بدها كانت عندها استعداد لعملت شيء، فقامت فقامت قامت الثديين، ويمكن قامت المبيضين كمان، صحيح خلص قامت المبيضين طيحت حالها، بس بعدها بس ما في مضمون. تمام تمام، صحتها اندهورت شوي كمان. تمام تمام. طب دكتوره نقدم شويه نصايح، كونه بتعرفي انت شهر اكتوبر شهر التوعيه بسرطان الثدي. اكيد اكيد، احنا يعني صرنا فضل من الله، انا صرت لاحظ هذا الشيء عندنا بالعيادات، صار بيفرق، صارت بتجيكي السيده ما عندها مشاكل، بس بتقول لك يعني انا عم شوف انه في توعيه، فحصيني فيني شيء ما فيني شيء، او بتقول لك عندي اخت مصابه او عندي بنت عم مصابه، يعني شو اعمل. نحن كثير بننصح بهذا الحكي، وكثير مبسوطين فيه، وكثير مبسوطين انه الوعي فعلا ثلاث سنين وجاي، الوعي كثير فرق معنا. بهمنا كثير انه الانثى لما بتلاقي عندها شيء جديد بثديها ما لها متعوده عليه تلجأ للاستعانه الطبيه، نحن بندلها بنشوف الانسب لعمرها، اعمار معينه بنطلب لها ايكو، اعمار معينه بنطلب لها ماموغرافي، بس بشكل عام خلينا نحكي، خلينا نكون رياضيين، خلينا نكون غذائنا صحي قد ما بنقدر، الحركه بركه مثل ما بيقولوا. ايه تماما. تدخين مزعج، بنشجع على الارضاع، بنبعد عن الكحول، هاي اهم شغلات اللي بنحكي فيها. المشي مشي كثير مهم، وهلا خصوص الجو، هلا كثير هلا الجو احلى شيء للمشي، ما يحطوا حجه. تماما. دكتورة شكرا كثير لوجودك اليوم معنا وعلى المعلومات اللي اغنيتينا فيها. اهلا وسهلا، انبسطت برفقتكم والله، نحن اكثر. اهلا وسهلا، اهلا، خلي لي باي باي. مرحبا. خرافات منتشرة عن مرض السرطان. دكتورة اكيد كل مرض فيه له خرافات، بس هلا التريندينج العالمي صح. السرطان. رح لكم اول خرافة حلوة كثير. دكتورة بتعرفي انه الشركات عندها الدواء السحري تبع الكانسر بس مخبينه؟ أيوة. اصلا ما بدهم يعطونا اياه عشان نضل عم نبيع دواء عشان يستفادوا المصاري. تماما، هذا كثير غلط، لانه اصلا هاي الخرافه او الخزعبلات اللي بنقلها اكيد لا، العالم او البرة كلهم وحتى العلماء وحتى الشركات عم تدفع ملايين الدولارات لحتى هي اصلا تطلع الدواء لحتى يلاقوا العلاج. فبليز ماما صحي الكونان تبعكم، حس الكونان، حس شارلوك هومز مو صحي ابدا. تماما. ثاني خرافه اللي هي او الخزعبله كمان اللي كثير كثير ممكن العالم تصدقها، اللي هي والله انا اذا عملت الخزعه او حتى عملت عمل الجراحي رح ينتشر الكانسر بسرعه. صح، كثير بنسمعها. وفي كثير ناس للاسف ومرضى بيأجلوا العمل الجراحي وبيأجلوا الخزعه لانه خوفا انه نحن اذا فتحناه رح ينتشر. هذا مو صحي، نحن لولا الخزعه ما بنعرف درجه الانتشار تبعتك، ولولا الجراحه اللي هي اساس للعلاج نحن ما رح نطيب، ولولا الكيماوي والاشعه كمان نحن ما رح نطيب. فبليز هذا كمان خرافه مو صحيحه. هلا بقى الكثير حلوه، ترى عندي جاري كان عنده 80% كانسر واخذ عشبه المدري مين الاسود وراح الانتشار 30%، يا الله وتعالج. طيب على عيني وعلى راسي، بس مو هيك القصه، دائما المريض هو يعني بنقول له نحن متعلق بقشه،
صح. هلا انت الاعشاب اللي مناخدها كلها فيها كورتيزون، مثل ما بنعرف دكتوره نحن الكورتيزون ببدايه مرض الكانسر ممكن هو يخفف الاعراض ويخفف المرض، بس بعد شهر رح ينتشر بشراسه. فبس المريض هو بده اي شيء ايجابي رح يسمع انه هو طاب، ما بيسمع انه 10 اشخاص اخذوا هالعشبه ماتوا. ممكن بعض الاعشاب مع لما احنا عم ناخذ كيماوي، اذا احنا تاخذت هالاعشاب مع الكيماوي اصلا بتضر وتصير عندي شغلات ثانيه ممكن تموت. هلا كمان في خرافه كمان كثير الناس بتمشي عليها اللي هي اذا اكلنا سكر الخليه السرطانيه رح تسمن وتكبر وتنتشر. هلا هي الخرافه في شوي جزء من الصحه صحيحه بس مو هيك، فهمانينا غلط، رح فهمكم اياها صح. الاشخاص اللي بيكون السكري تبعهم عالي اللي بتطلع بين 300 او 400 او معهم سكري، وبس في نوعين من الكانسر اللي هن اللي الكيماوي اللي عفوا الكانسر الثدي والدموي تمام اللوكيميا، ممكن انه هو يصير عنيد للعلاج وليس ينتشر. اصلا الخليه اذا فعلا هذا الشيء صحيح رح تروح تاخذه من السكر، يعني هي رح تاخذه من الخيار اللي عم تاكله للسكر وتاكل وتتكبر تكبر، فهو مو صحيح. هو بس الاشخاص بيصير عنيد حتى نحن يصير صعب علاجه. هلا اخر وحده هي الترندنج عندي وانا كثير حبيتها اللي هي بي 17. هلا بحد علمي انا لما درست وتخرجت وانت دكتوره ما كان في غير مجموعه بياد، بقى بي 17 هذا منين جايبينه انا ما بعرف. هو عباره عن زرنيخ يا جماعه، يعني انت عم تاخذ زرنيخ لتموت، وهو بياخذوه من قشر المشمش، فبليز ابعدوا عنه، هذا اكبر غلط. انت اذا بدك تموت حدا ممكن ناكل كم تعمل منه كم او بذره المشمش تاكل كم وحده ويموت الشخص. صح. اولا واخيرا واخر شيء بدي اقول لكم اياه، الدكتور هو المسؤول عنكم، هو اللي بيعالجكم، هو اللي بيعرف مدى الصح والغلط بادويتكم، فبليز ما تسمعوا لهدول الخرافات لانه كله غلط. يعني اكيد هو ما رح يدركم دكتوركم، هو بده اياكم تتعالجوا، يعني اذا بدنا ناخذها حتى من طرق ثانيه. تماما، لو ما في دكاتره نحن ليش خلقت الدكاتره؟ صح مزبوط. يعني دائما اسمعوا بصراحه لكلام الدكاتره، بالنهايه هن بدهم مصلحتكم، فلنفترض انه بدهم مصلحتهم، فهن مجرد علاجكم رح يصير لهم اسم كبير، فهن كمان رح يستفادوا. اما هلا كونه نحن بشهر اكتوبر وكلياتنا بنعرف انه هلا وقت سرطان الثدي والتوعيه فيه، اليوم رح نحكي عن جزء من العلاجات اسمه العلاج المناعي. هلا للامانه نحن دارسينه من قبل بس ما كان له هذا الدور اللي كثير كبير اللي صار هلا. العلاج المناعي هو عباره عن شيء بيشبه كيف نحن لما بناخذ الطعومات ونحن وصغار، نفس المبدا، بحس انه المناعه تقدر تشتغل. الفرق بيناتهم انه نحن كنا ناخذ الطعومات قبل ما يصيبنا اي شيء مشان ما يصيبنا هذا المرض، لكن بهي الحاله لازم يكون في عندنا كانسر ما فينا ناخده قبل، لازم يكون في عندنا كانسر، وغالبا صرنا هلا عم نستعمله بصراحه بالمراحل الكثير متقدمه، بحيث انه يكون هو ما عاد فيه يستجيب لا العلاج الشعاعي الكيماوي او حتى الجراحه، فصرنا نفوت هلا العلاج المناعي. طيب شو هو العلاج المناعي؟ هو انه نحن يكون عندنا مستقبلات موجوده بالجسم، نحن مجرد ما نعطيها هذا الدواء هي بتجي بترتبط على هذا المستقبل وبتقدر تعطي الجسم مناعه ليقدر هو بحد ذاته يقاوم السرطان. طيب هذا الموضوع متوفر هون، متوفر بسوريا، لكن للاسف كثير كثير غالي، نتمنى انه بالايام الجايه يتوفر بطريقه ارخص. قديش نسبه النجاح فيه؟ خلينا نقول بين ال 20 لل 50%. حلو. وهذا الشيء بيعتمد على نوع السرطانات. طيب هو ممكن يفيد اي نوع سرطان اولا؟ اكيد لا، لكن بالبدايه هو تم اكتشافه بموضوع الميلانوما او خلينا نقول سرطان الجلد، ما له كثير شائع عندنا ببلادنا بالشرق تماما، بالبحر الابيض المتوسط ما له شائع كثير، لكن بنلاقيه اكثر عند الاشخاص اللي هن بيض، مسميينه العرق القوقازي او العرق الابيض. تمام. لانه بشرتهم بتكون معرضه وبتكون الشمس عندهم، يعني ما عندهم اي قدره انه هن يقدروا يجابوا هي الاشعه. تماما. بلش بالميلانوما، صار كمان نستعمله نحن بالرئه بالكليه، حتى احيانا بسرطان المثانه وعم يعطي نتائج كثير كثير حلوه. نحن بنتمنى بصراحه كدكاتره انه نحن نقدر نفوته اكثر، لانه خلينا نقول هو القشه النهائيه لاي مريض بالسرطان. طبعا كونه شو هو له علاقه بسرطان الثدي، كونه نحن شهر اكتوبر كمان في جزء معين من سرطان الثدي بيستجيب عليه، لكن بشرط انه يكون عند الاشخاص هي التحاليل، انه نحن نتاكد انه عندهم هي المستقبلات لحتى اذا اعطيناهم نحن هذا العلاج يقدروا يستفادوا منه. بالنهايه عن جد نحن بنتمنى للكل بالشفاء. اما هلا صار الوقت لنقدم معلومه طبيه بطريقه مبسطه، وكون حلقتنا عن سرطان الثدي رح اسال الدكتوره ايفانا. دكتوره شو نسبه الشفاء من سرطان الثدي بحال كان في عنا اكتشاف مبكر؟ خلينا نشوف على الشاشه، 50% 90% او 100% 10% ولا يوجد شفاء منه؟
هلا اكثر الناس للاسف الشديد بتقلك انه لا يوجد شفاء منه، بيخافوا منه، حتى بيقولوا لك هذا المرض، بس انا برايي العلمي والطبي وحتى حسب الدراسات نحن اذا بلشت من الاول عالجه اول باول 90% بالضبط هو ممكن يكون الشفاء. مزبوط، الاكتشاف المبكر هو اساس العلاج باي سرطان، اما بالنسبه لسرطان الثدي فهو قطعا نسب شفائه اعلى بكثير من غيره. تمام، اما هلا بنكون وصلنا لختام الحلقه من برنامجكم الطبي دوز، لاقونا الجمعة الجاي بذات الوقت الساعة 7 المساء، إن شاء الله نكون عم نقدر نقدم المعلومة الطبية الصحيحة. تضلوا بخير يا رب.